إذن أهلا وسهلا المتتبعين قناة من 24. الآن كنتواجدوا بالضبط بالمدينة القديمة، يعني أحد الأشخاص كيقوم بالكسر العديد ديال السيارات. معنا أحد الضحايا غادي يحكي لنا الواقعة. شريف، شنو وقع بالضبط هنا؟ والله أنا ما قلت، أنا تعيط لنا العساس. إيه؟ حاجة المرا والدرية، وأنا عاد تبعته. حاجة دقيقة، حاجة شنو وقع بالضبط؟ هو اللي وقع ولدي أنت كتشوف فيه، وقع احنا واقفين عليه. ليه هو؟ حنا جالسين، وهذاك اللي قال لي ما علينا ما بينا، تعيط عيط من العساس، قال لك أشوف المرا عندك. الموبيل ديالكم هي هذه؟ وهاد الناس عندكم معاهم شي عداوة؟ عندكم عندنا معاهم ولدينا عداوة ولا شي حاجة؟ هو ضرب جران ما نعرفوه، ما تيعرفنا، ما عم نشوف، ما عرفنا كاع كيفاش كيفاش داير. هو ما هو ما جاش مثلا عازل هاد الطوموبيل باغي يضربها هادي اللي تبع مواليها، هو عام داير في راسو ثاني دكدوك وصافي، ما عرفنا الطوموبيل هذا من هذا. كيضرب عليه هرس لكم السيارة ديالكم؟ هو راه قاصف هذيك الطوموبيل جاي ليها. لا لايف دايف، لا حول ولا قوة إلا بالله. عيطوا للسلطات، عيطوا لهم. جايين؟ مجموعة ديال الشباب ديال الباب هادشي، مجموعة ديال القنبلات فوالا ديال اليوم الناس تاخذوا الاجراءات ديالهم، داروا الديكلاراسيون ديالهم، يتفاجئوا اليوم انه جات مجموعة اخرى من الشباب ديال الباب في هادشي القنبلات تحقق الفوضى. يعني كما كتابعونا متتبعين قناة من 24، الضحايا كيتسناو في حضور السلطات من اجل الاجراءات الاولية في حق هاد، يعني تكسير ديال هاد الزجاج ديال هاد السيارات هادو اللي تكسروا هنايا بهاد الحي هذا. اسميت هاد الحي سيدي؟ مشاريع الزراوي عرس فتيحة. مشاريع الزراوي عرس فتيحة. اذا كما كتابعوا معنا يعني التكسير ديال هاد السيارات هادي. إذن متتبعين قناة من 24، كنقول لكم يعني إنهاء هذا البث المباشر الوقت اخر قال لي خليه.